العالم في مستقبل قريب بزوال خطر الزلازل والهزات الأرضية المدمرة؟ قد يكون هذا مجرد حلم بعيد المنال، لكن العلماء في جامعة واشنطن في مدينة سان لويس لا يقولون بإمكانية حدوث ذلك، بل هم يعملون لتحقيقه بالفعل. فما قولك يا سيدتي؟ أنا أحب روايات الخيال العلمي، وأعرف أن بعض الاختراعات والاكتشافات العلمية راودت عقول الكتاب والمؤلفين قبل أن تتحقق على أيدي العلماء والمكتشفين، لكنني لا أستطيع تصور الانتهاء من ظاهرة الزلازل المدمرة. الزلازل يا جهينة حالة طبيعية بعيدة عن قدرات الإنسان. وأنا مثلك يا سيدتي، أستبعد أن يخلص العالم من مخاطر الزلازل، لكنني لا أستطيع تجاهل دراسات وبحوث يقوم بها العلماء في جامعات ومختبرات علمية مشهورة. حتى لو لم تتحقق تلك المحاولات، إلا أن الاطلاع عليها يقع ضمن ما نقوم به في برنامجنا هذا من حيث الاطلاع على ما يدور ويحدث أو يقال في هذا العالم. صحيح، ولكن تمضية الوقت في متابعة حلم لا أعتقد أنه يترك لنا وقتا لمتابعة خبر أكثر أهمية والتصاقا بحياتنا. ومع ذلك أحب أن أطلعك على ما يتوافر من التفاصيل التي يتحدث عنها الدكتور مايكل ويسيسون الباحث في جامعة واشنطن في مدينة سان لويس. تفضل يا جهينة، ماذا يقول هذا الباحث يا ترى في موضوع منع حدوث الزلازل الذي تشير إليه؟ يقول هذا الباحث بإمكانية منع حدوث الزلازل، أو على الأقل الحد من قوتها التدميرية، ويشرح فيقول إن الألواح المتحركة تحت سطح الكرة الأرضية، أو الألواح المنزلقة كما يسميها البعض، تتلاطم فتحدث الزلازل، ولكن تكون حدة أو قوة التلاطم بين تلك الألواح خفيفة أو معدومة إن استطاع الإنسان إدخال مادة رخوة وبكميات هائلة عند حواف تلك الألواح المنزلقة، فتمتص تلك المادة الرخوية صدمة. إنها عملية تشحيم فعلا. هذه نظريات ليس أكثر، التطبيق العملي أشبه بالخيال. كيف يمكن إدخال مادة رخوة وبأي كميات لا يتصورها العقل عند حواف الألواح المنزلقة لتشحيمها، كما في تشحيم بعض أجزاء السيارة؟ وضعت الخطة لتشحيم الألواح المنزلقة والمعروفة باسم جوان دو فوكا في شمال غرب المحيط الهادئ، وهم يستخدمون مجسما ثلاثي الأبعاد للكرة الأرضية، ويخططون للحفر إلى عمق 25 كيلومترا تحت قعر المحيط على مقربة من مواقع التوتر والإجهاد الزلزالي، تمهيدا لضخ كميات كبيرة من ميكروبات هلامية لزجة يتم تحضيرها في المختبرات، ولها القدرة على التكاثر السريع جدا في بودرة الصخور المطحونة. هذه الميكروبات تنساب باتجاه أطراف الألواح المنزلقة لتكوين طبقة هلامية تمتص صدمة ارتطام تلك الألواح المسببة للزلازل. الفكرة رائعة حتما، لكنها حتى الآن تبدو مغرقة في الخيال، مع أن الخيال العلمي يلعب دورا في تقدم التكنولوجيا.